يا صباح الخير والسعادة ونهاركم أبيض بخطين حمر مشاهدينا الأعزاء من كافة أنحاء مصر والوطن العربي وتحديدا جمهور القلعة البيضاء. أهلا وسهلا بكم ويوم جديد بنبدأه مع بعض، يوم الخميس 19 يناير وحلقة جديدة من برنامج نهارك أبيض. طيب امبارح الحقيقه احنا كنا واحنا مع بعض في الحلقه على الهوا كنت بتكلم مع كابتننا الكبير كابتن عصام مرعي في حاله الفريق حاليا وقد ايه المرحله ديت مرحله صعبه، وبنتكلم كمان عن اهميه المرحله اللي جايه، وبدانا الحقيقه نتكلم عن مباراه القمه وقد ايه المباراه ديت مهمه جدا، ونفس القصه ديت حصلت الموسم اللي فات. لكن كنا بنتكلم في البداية عن أهمية المباراة وإن ديت فرصة ذهبية للعيبة لو استغلوها بالشكل اللي يشرفهم قبل ما يشرفنا إحنا كزملكاوية. الحقيقة إنه جه في بالي وأنا بتكلم حاجة مهمة جدا يا جماعة، وهي فكرة إنه إحنا مش بنقول أي كلام وخلاص، يعني أنا مش طالعة بقول أي كليشيهات ولا بقول إحنا نقدر ودي مباراة صعبة لكن إحنا نقدر إن إحنا نفوز فيها، مش بقول كلام مرسل. احنا بنقول ان الزمالك عنده فرصة في مباراة القمة ولازم يستغل الفرصة ديت، وان دي مباراة مصالحة للجماهير، ده مش اي كلام. هل كلامي ده كلام واقعي ولا امنيات واحلام ذاتية واحلام طبيعية لاي حد من جماهير نادي الزمالك؟ و طبيعي ان احنا نبقى بنتمنى ان احنا نفوز في المباراة ديت. الحقيقة انه لا، انا مش بقول اي كلام ولا بقول امنيات وخلاص، احنا نقدر بكل واقعيه ان احنا نحقق الكلام ده، لانه بالعوده في المباراه ديت انت تقريبا هتكون بتعمل نفس اللي عملته من 7 شهور بالظبط. لو تفتكروا معايا من 7 شهور بالظبط تحديدا في يوم 19 يونيو في 2022، هتلاقي ان اللي انت بتحلم بيه دلوقتي واللي بتتخيله انه هيحصل في مباراه القمه حصل من 7 شهور بالظبط، وكانت نقطه فارقه في الموسم اللي فات. المباراة دي شبيهة جدا أو هتكون شبيهة جدا بالمباراة اللي فاتت في الموسم اللي فات. الزمالك وقتها كان بيمر الحقيقة بظروف فنية وأداء ونتائج ما ترضيش أي حد، ما ترضيش أي حد من جماهير نادي الزمالك، مستوى كان مستوى سيء، نتائج متراجعة وظروف ما تبشرش بأي خير. والزمالك كان قبلها سبحان الله بيلعب مباراة في نفس نسخة الكاس، كان عندنا برضو وقتها قبل مباراة القمة في الموسم اللي فات في الدور الثاني كان عندنا برضو مباراة في الكاس، كانت المباراة ديت كانت أمام الداخلية ووقتها احنا كنا مغلوبين 1-0 لكن قدرنا ان احنا نرجع بالعافية في النتيجة وكسبنا في الآخر في المباراة ديت 2-1. أداء كان سيء في المباراة، يعني احنا حقيقي فوزنا في المباراة لكن أداء كان سيء، ما كانش أفضل حاجة، ما كانش ده أداء نادي الزمالك. وكان زي ما بقول لكم كانت الاوضاع وكان شكل الاداء بتاع الفريق في الوقت ده ما يبشرش باي خير في الايام اللي انا كنت بتكلم عليها ديت، وكان خلاص داخلين برضو ساعتها على مباراه قمه وما كانتش الناس متفائله، وكنا متاخرين برضو في الدوري عن المنافس ب5 نقاط وكان هو بيحتل وقتها الصداره. كوبي بيست كوبي بيست، الظروف دي بتحصل، نفس الأحداث نفس المشاهد نفس الظروف بتتكرر تاني الموسم ده، تقريبا كأنك بتشوف المشهد معاد من السنة اللي فاتت. لكن اللي حصل وقتها ما كانش على بال أي حد في الموسم اللي فات، اللي حصل ما كانش على بال أي حد باستثناء لاعيبة الزمالك، هم اللي كانوا ناخلين المباراة ديت وناويينها. محدش هيقدر ينسى المباراة دي، أنا واحدة من الناس اللي كنت حاضرة ساعتها في الاستاد وشفت المباراة ديت وشفت نقطة التحول. كانت بداية التحول في الموسم. لاعيبة الزمالك وقتها اللي قفلوا على نفسهم في المباراة ديت قرروا إن هم خلال ال 90 دقيقة ديت، الكلام ده كان يوم 19 يونيو، مش بس إن هم يفوزوا في المباراة، لا هم قرروا إن اللي جاي كله هيكون مختلف. مش فكرة ان انت بس تلعب ماتش وتفوز وتلعب بطريقة مختلفة وبدوافع وزي ما قلت تفوز في المباراة، لا هم قرروا ان اللي جاي هيكون مختلف تماما. ودي كانت نقطة تحول وكانت بداية انطلاق لمرحلة جديدة، مرحلة مختلفة جدا لنادي الزمالك، خلت النهاية سعيدة وخلت كل جماهير نادي الزمالك سعداء. واحنا من ساعة المباراة ديت احنا تقريبا ما تعرضناش لأي هزيمة، من ساعة مباراة
القمة الموسم اللي فات في الدور الثاني ولحد نهاية الموسم انت ما تعرضتش لولا هزيمة باستثناء المباراة الأخيرة اللي بعد ما كنت حسمت خلاص الدوري، مباراة ايسترن كومباني لو تفتكروا، دي كانت أشبه بلقاء ودي كده، انت كنت خلاص حسمت الموسم وكنا خلصنا كل حاجة وخدنا كمان الدوري، وكانت دي مباراة كده زي مباراة ودية لعب فيها اللاعبين الشباب. يعني من بعد مباراة القمة انت كنت بتفوز في كل مباراة لعبتها، وقبل مباراة القمة انت كان عندك تخبط كبير جدا، كان عندك نتائج سيئه، كان عندك اداء سيء. طب الكلام اللي انا بقوله ده لو دل على حاجه يدل على ايه؟ وغير لو دل على حاجه يدل على ايه؟ احنا ازاي كمان حتى نستفيد من الكلام ده؟ احنا فاضل لنا 48 ساعه خلاص على مباراه القمه. خليني اجاوبكم على السؤال الاول، ده دليل على ايه؟ اللي انا بقوله ده ببساطه شديده جدا هو دليل على ان لعيبه الزمالك عندها لما بيكون عندها الدافع وعندها الرغبه كل ده يخليهم ممكن يعملوا اي حاجه. كل ده هيساعدنا يوم السبت باذن الله ان احنا نقلب نتيجه المباراه، والتوقعات اللي يمكن الناس متخوفين منها من هذه المباراه لا، ممكن انت لو صممت وكان عندك اصرار تكون في حته تانية خالص. محدش يقنعني انه اللعيبه دي ما تقدرش، يعني محدش يقنعني ان اللاعبين دول ما عندهمش الامكانيات ان هما ما يفوزوش في المباراه ديت. انت عندك لعيبه على اعلى مستوى، امهر اللعيبه اللي موجوده في مصر حاليا، عندك يعني افضل اللاعبين، عندك عواد، عندك زيزو، عندك امام عاشور، فتوح، نيمار، حسام عبد المجيد، يوسف اسامه نبيه اللي اثبت نفسه، شيكابالا الجزيري، كل دول هم نفس العناصر بتاعه الموسم اللي فات. هم دول اللاعبين اللي يعني الموسم اللي فات عدت عليهم مباريات كتير جدا ما كانوش بيخسروا ولا مباراه. هم دول اللعيبه اللي لعبوا نفس المباراه اللي انا بتكلم عليها، يعني هم دول نفس اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا في مباراه قمه 18 او 19 يونيو. هم دول نفس اللعيبه اللي هيلعبوا بعد بكره. يعني ما عداش غير 7 شهور بس على اللعيبه ديت. فما تقوليش ان انت ما تقدرش، لا انت تقدر. كل الفكره بس ان انت تحط في دماغك ان انت تقدر. كل الفكره ان انت تكون عندك النيه ان انت تفوز في المباراه ديت بالظبط زي ما حصل الموسم اللي فات. الموسم اللي فات انت اثبتت ان انت تقدر. نفس الحدوته عايزينها تتكرر تاني. شويه مجهود، شويه رغبه، شويه دوافع، شويه اراده، هو ده كل المطلوب. عايزين نشوف الرغبه في عيون لعيبه الزمالك، يعني هو ده المطلوب والله، هو ده اللي انا اتكلمت عليه. كل اللي محتاجينه ان احنا نشوف لعيبه الزمالك فعلا نازلين ناويين ان هم يعملوا حاجه. هم عندهم الامكانيات بس تحس ان الرغبه فيها حاجه، تحس ان الاراده ما بقتش في افضل حالاتها، تحس ان الاراده بقت مفقوده. فلو الاراده دي رجعت تاني والنيه رجعت تاني هنقدر ان احنا نفوز في المباراه ديت. عايزه اشوف لعيبه الزمالك وهم نازلين بيقولوا احنا ابطال الدوري، احنا ابطال الدوري، مش ماتش ولا اتنين ولا تلاته هم اللي يهزونا وينهوا الموسم بتاعنا. هو ده اللي احنا عايزينه من اللعيبه بعد بكره. لعيبه نادي الزمالك مطالبين في استاد القاهره يوم السبت يردوا على اللي شتمهم وغلط فيهم وقلل منهم. عايزينكم تردوا على نفس الناس اللي غلطت فيكم في نفس الملعب اول امبارح. هو ده الرد، ده الرد اللي احنا عايزينه. اللي غلط في لعيبه الزمالك واللي شتم لعيبه الزمالك وقلل من امكانيات لعيبه الزمالك انتوا اللي هتردوا عليه في الملعب. ويمكن اللي حصل ويمكن الغلط والشتايم والحاجات اللي حصلت دي كلها يمكن المنافس مش عارف او جماهير المنافس مش عارفه ان هي ممكن تكون شحن كبير لطاقه اللعيبه. يمكن دي تكون نقطه ايجابيه. الواحد لما بيتضايق وبيحس ان حد جه على كرامته وحد غلط فيه ممكن تبقى عنده طاقه تكسر الدنيا كلها. وده اللي احنا عايزينه، عايزين الغلط والشتيمه يتحولوا عندنا لطاقه ايجابيه، طاقه تخلينا ننزل نعمل اي حاجه في الملعب. ردوا على كل واحد غلط فيكم في الملعب. عرفوا الناس دي كويس قوي انتوا مين، عرفوا جماهير المنافس انتوا مين. عرفوهم ان انتوا افضل لعيبه في مصر كلها. عرفوهم ان لعيبه نادي الزمالك مش محل سخريه
ولا تهكم ولا تقليل. عرفوهم ان لعيبه نادي الزمالك افضل لاعبين في الدوري المصري، ومحلهم ومكانهم منصات التتويج زي ما شفنا في السنتين اللي فاتوا. ردوا على كل واحد غلط فيكم في الملعب بعد بكره. هو ده فعلا اللي هيجيب لكم حقكم وهيرجع لكم احساسكم تاني بان انتوا ابطال. طيب عايزه اعيد واكد على الحقيقه الواضحه، سواء طريقه اللعب او التشكيل، الاثنين مهمين والاثنين ما يقلوش اهميه عن بعض، بس الاهم منهم انتوا كلعيبه عايزين ولا لا؟ هننزل نفوز ولا لا؟ الحاجات التانية دي أكيد مهمة، الفنيات أكيد مهمة، طريقة اللعب والتشكيل والخطة أكيد مهمين جدا. لكن كل ده من غير لعيبة عايزة تنزل تفوز مش هيعملوا حاجة. لازم لعيبة نادي الزمالك تنزل تلعب يوم السبت بروح وبقلب وبعزيمة، تقول إنك عايز ترجع وإن أنت راجع وهترجع متفوق، وإنك هترجع تاني تتصدر المسابقة وتتصدر الدوري، وان الدوري لسه مخلصش، الدوري لسه مخلصش، المشوار لسه طويل وهنرجع في المشوار ده. دي معادلة الفوز اللي ملهاش اي يعني طريقة تانية. هو ده الطريق الواحد للفوز بالدوري، انك تكون عايز تفوز، الامكانيات موجودة عندك، انتوا نفس اللعيبة اللي اخدتوا الدوري في السنتين اللي فاتوا، امكانياتك موجودة، معاك جهاز فني ومدرب عنده خبرة كبيرة جدا، بس فكرة ان انت عايز تفوز ولا لا هي دي اللي هتفرق في بقية المشوار. طيب سهم وقوس النهاردة هنتكلم مع محللنا الرياضي الأستاذ أحمد سالم عن كيفية الاستفادة من نماذج فرق كبيرة، فرق كبيرة برضو بطلة اتعرضت لهزات في بعض المواسم زي اللي بتعرض ليها الزمالك حاليا. هنحاول نجيب حالات مشابهة للحالات اللي احنا بنتعرض لها دلوقتي، وهنتكلم كمان ازاي الفرق ديت قدرت ان هي ترجع تاني وتحقق التارجت المطلوب منها في نهاية الموسم. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها النهاردة في فقرة سهم وقوس مع ضيفنا اللي هيكون منورنا النهاردة. دلوقتي خلونا نروح نصعد معاكم بقى كل الأخبار الجديدة الخاصة بنادي الزمالك على الساحة الرياضية، ونروح لفقرة اقرا الخبر. فقرا الخبر البدايه اكيد بتكون من عند اخبار نادي الزمالك، والبدايه من عند مستر فيريرا المدير الفني للفريق اللي عقد جلسه مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعيه امبارح يوم الاربعاء بمقر النادي استعدادا للمباراه المقبله امام النادي الاهلي. طالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق صفحه كاس مصر والتركيز على مواجهه يوم السبت المقبل في مسابقه الدوري الممتاز، مؤكدا على ضروره التركيز والاستعداد بجديه للقاء القمه من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة مرة أخرى لمسيرة الانتصارات. مستر فيريرا شرح كمان للاعبين بعض الأمور الفنية والخططية، وكل ده أكيد كان في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين من أجل تنفيذه في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة. نروح لكابتن حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللي بدأ مهام عمله رسميا خلال ميران امبارح يوم الاربعاء. وقاد كابتن ياسر التدريبات الجماعية بصحبة الجهاز المعاون للبرتغالي مستر فيريرا، وطبعا بعد تسلمه مهام عمله رسميا بعد تعيينه من قبل ادارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور. طبعا كان مجلس ادارة نادي الزمالك قرر تعيين كابتن ياسر المحمدي بدل من أحمد عبد المقصود اللي رحل بعد استئذان الإدارة لتولي منصب المدرب العام في نادي البنك الأهلي. ك
كمان وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة مستر فيريرا برنامج تأهيلي خاص للاعبين خلال مران امبارح يوم الأربع، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال هذه الحصة التأهيلية لرفع الحمل البدني للاعبين من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة. لاعبي الفريق أدوا تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام بعض الأدوات الرياضية المخصصة لذلك، بجانب كمان فقرة بالكرة من خلال التمرير بين اللاعبين، وده كان تحت قيادة أندري فيليب سوزا مخطط الأحمال وكابتن حسين ياسر المحمدي وكمان روي أجواش المدربين المساعدين. لسه مكملين في اخبار نادي الزمالك، وخاض رباعي حراسه مرمى الفريق محمد عواد، محمد صبحي ومحمد نديم وكمان السيد عطيه تدريبات خاصه خلال مران امبارح استعدادا لمواجهه الاهلي المقبله في الدوري. تم تقسيم هذه الفقره لمرحلتين، المرحله الاولى كانت فيها تدريبات بدنيه قويه من خلال الركض حول الملعب لعده دقائق، كمان بجانب تنفيذ جوانب تاهيليه خاصه بشكل منفرد، والفقره الثانيه كانت للجوانب الفنية عن طريق تدريب الحراس على سرعة رد الفعل والتعامل السليم، كذلك دور الحارس كلاعب عن طريق نقل الكرة بالقدم لزملائه. كمان كابتن أيمن طاهر كان حريص على الاجتماع برباعي حراسة المرمى وشرح ليهم بعض الأمور الفنية الخاصة، وكمان منحهم بعض النصايح والتعليمات. كمان لعيبة الفريق خاضوا فقرة خططية خاصة خلال مران امبارح يوم الأربعاء استعدادا للمواجهة المقبلة، وهذه الفقرة شهدت تركيز خاص من البرتغالي مستر فيريرا على تنفيذ اللاعبين بعض الأمور الخططية والفنية الخاصة بخطة اللعب في إطار الاستعداد للقاء القمة المرتقب. المدير الفني كان حريص على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفترة أو خلال الفقرة الخططية، واللي أشرف عليها وقادها بنفسه في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة. نختم الأخبار من عند لعيبة الفريق اللي خاضوا تقسيمة فنية مصغرة في نهاية مران امبارح يوم الأربعاء، وشهدت التقسيمة الفنية تنفيذ بعض الأمور الخططية اللي تم التدريب عليها في الفقرة الفنية استعدادا لمباراة القمة المرتقبة. طبعا الكل مستني مباراة القمة، وكل لاعبي الزمالك عندهم أكيد حماس بشكل كبير جدا للمشاركة في المباراة، وأكيد هيكون في حيرة فنية على مستر فيريرا لاختيار التشكيل المناسب للمواجهة. طبعا دي كانت أبرز استعدادات الفريق لمباراة القمة إن شاء الله يوم السبت. دلوقتي خلونا نروح فاصل سريع جدا، بعدها هنرجع لكم لأخبارنا العالمية وفقرة نهارك عالمي. ومن كأس السوبر الإيطالي نروح للبريمير ليج، وأوقف كريستال بالاس قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما. سجل مايكل أوليسي هدف في الوقت بدل من الضايع ليخطف التعادل أمام مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي. برونو فرنانديز افتتح التهديف لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 44 من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من جانب أريكسون وصلت للبرتغالي اللي أسكن الكرة في الشباك. طبعا يعني كاد أن يواصل فريق مانشستر يونايتد انتصاراته في الدوري الإنجليزي قبل ما يأتي ميشيل أوليز اللي يسجل هدف التعادل لصالح كريستال بالاس في الوقت القاتل من المباراة، ورفع مانشستر يونايتد رصيده ل 39 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي اللي بيتفوق عليه بفارق الأهداف. أما كريستال بالاس فارتفع رصيده ل 23 نقطة وأصبح في المركز الثاني عشر. طبعا اللقاء شهد مشاركة فاتر فيجوريس لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد بعد انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الإيجارية، وبيلعب مانشستر يونايتد حاليا مباراته المقبلة أمام أرسنال يوم الحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين.
لسه مكملين متابعة أخبار مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، وواضح كده إنه بلغة الكورة ما كانش يوم اليونايتد إطلاقا، فالتعادل وقف مسلسل الانتصارات اللي وصلت طبعا لخمس مباريات في الدوري وتسع مباريات في كل المسابقات، ومش بس كده، لا كمان تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة قوية قبل مباراته المرتقبة أمام نظيره أرسنال واللي بتجمع بينهم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي. طبعا تأكد غياب البرازيلي. نكمل أخبارنا مع صفقة انتقال ممفيس ديباي من صفوف برشلونة لنادي أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واللي واضح إن هي اقتربت من الحسم بشكل نهائي، وكمان كشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق بين الناديين على إتمامهم إن ديباي هيوقع عقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2028. أضاف كمان إن أتلتيكو مدريد دفع لبرشلونة ما بين 3 أو 4 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب الهولندي. طبعا ديباي خرج تماما من حسابات تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونه منذ بدايه الموسم الحالي، ولم يشارك طبعا مع برشلونه خلال الموسم الجاري سوى تقريبا يعني اكثر من 4 مباريات وسجل فيهم هدف. برشلونه لم يمانع التخلي عن ديباي لكن ما اوقفش الصفقه يعني، وذكرت التقارير ان برشلونه اراد ما يفوق 6 ملايين يورو. طبعا هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل مع ممفيس ديباي، وهل هنشوفه في مكان اخر غير برشلونه ولا لا. طيب خلونا نختم أخبارنا مع تطور جديد في تقنية الفار بعد ما كشفت شبكة كادينا كوبي الإذاعية الأسبانية عن تجربة جديدة ستظهر في بطولة كأس العالم للأندية واللي هتنطلق في المملكة المغربية بالشهر المقبل. أوضحت الشبكة أن مجلس اتحاد كرة القدم الدولي اتخذ القرار بتجربة إعلان الحكام لقراراتهم وتفسيرها مع غرفة الفيديو المساعد الفار على طبعا دي مباراة في الدوري البرتغالي، وده حارس مرمى نادي سبورتينج برادا البرتغالي، وزي ما شفنا يعني حارس مرمى خطير يعني عنده مهارات عالية جدا، وزي ما شفناه كان بيرقص اللعب. طيب دلوقتي نروح نظبط ساعتنا مع بعض نتعرف على خريطة أبرز مباريات النهاردة ونرجع لكم مرة تانية. اهلا بيكم من جديد، وصلنا دلوقتي لفقره نبض 100 عقبه، وكالعاده خلونا نروح على طول على نادي الزمالك ناخد من هناك زميلتنا علا القائد عشان نعرف منها الجديد داخل النادي. علا نهارك ابيض. نهارك ابيض زميلتي العزيزه انجي يحيى. ديربي جديد ينتظر الزمالك الملكي حامل اللقب لنسخته الاخيره مع منافسه التقليدي النادي الاهلي الحاصل على المركز الثالث للموسم الماضي. لا شك يا انجي انها مباراه جماهيريه بكل المقاييس، لكن تبقى في المدرجات داخل المستطيل الاخضر. الزمالك الملكي يتعامل مع جميع الفرق سواسيه دون اي تحيز لاي فريق، طبعا احنا بنتعامل مع كل الفرق وبنحترم جميع الفرق، ما بنبقاش مستنيين من اي فريق غير بس الثلاثه بونت. يسعى طبعا البرتغالي فيريرا الى تصحيح الاوضاع ورجوع البطل الى الصداره. طبعا معانا النهارده كابتن عصام هلال، طبعا مدرب في قطاع الناشئين، هيكلمنا طبعا عن اداء الفريق وعن كمان الاستعدادات للفريق طبعا يوم السبت المقبل باذن الله. نهارك ابيض يا كابتن بخط الحمد. نهارك ابيض يا علا، وبرحب بانجي وبرحب بكل الجمهور الزملكاوي. نهاركم طبعا مباراه هتقام يوم السبت على استاد
مباراة قوية، لا شك طبعا انها زي ما قلت كده انها مباراة جماهيرية كبيرة، لكن هنقول ان يعني فريرة طبعا زي ما احنا قلت كده بيسعى لتصحيح الاوضاع ورجوع طبعا الزمالك الى الصدارة، دي كلها خطة في طبعا. بشكرك زميلتنا على القائد، تقريبا في مشكلة بسيطة في الصوت هنحاول ان احنا نحلها، لكن دلوقتي خلونا نروح على مدرجكم الافتراضي ونروح لفقرة الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. يعني دايما في الشارع الابيض في الفقره دي احنا دايما بنتكلم بلسان حال الجمهور، لان احنا من الجمهور، احنا بنحب النادي زينا زيكم بالظبط، وتقريبا نفس المشاعر ونفس الحماس ونفس كل حاجه لاننا من الجماهير. طيب دلوقتي كل الجماهير ايه اللي مطالباه من اللعيبه؟ يعني ايه الجماهير نادي الزمالك طالباه من اللعيبه حاليا في الفتره اللي جايه؟ الحقيقه انه جماهير طالبه طلب بسيط جدا وطلب مشروع، لانه الطلب دوت مش صعب على اللاعبين. زي ما اتكلمنا قبل كده اللاعبين الموجودين حاليا احنا مش بنطلب منهم المستحيل، مش بنطلب منهم حاجه هم ما حققوهاش قبل كده او حاجه صعبه عليهم، مش بنطلب منهم حاجه مستحيله، بالعكس انتوا اللي خليتونا نطلب الطلبات ديت، وانتوا اللي خليتونا نكون واثقين فيكم بشكل كبير، واثقين كمان في ان انتوا تقدروا تحققوا اللي حققتوه في الموسم اللي فات. يمكن كل الابطال وكل اللاعبين بيمروا بفترات صعبه، لكن لازم يعني الفتره الصعبه دي تمر بسرعه، لازم الفريق يرجع سريعا، وهو ده حال الابطال دايما، لو وقعوا في اي كبوه في اي تعثر لازم يقوموا بسرعه. طيب خليني قبل بس ما نكمل كلامنا عن مباراه القمه ونشوف حتى كمان اجابات الجماهير عن سؤالنا النهارده، خلونا نرجع مره اخرى لزميلتنا علا القائد داخل النادي عشان نستكمل معاها حوارنا. يا علا اهلا بيكي مره تانية. اهلا بيك يا انجي مره اخرى. زي ما قلنا كده مباراه ديربي بين الزمالك الملكي حامل اللقب لنسخته الاخيره مع منافسه التقليدي النادي الاهلي، طبعا في مباراه جماهيريه لا شك، لكن بنقول دايما ان المباراه الجماهيريه دي بتكون داخل المدرجات مع الجمهور، لكن في المستطيل الاخضر الزمالك طبعا يحترم جميع الفرق سواسيه، مش عايزين اي حاجه طبعا من اي فريق غلا الا الثلاثه بونت، بنتعامل مع جميع الفرق باحترام وتقدير. طبعا يسعى البروف فريرا لتصحيح الاوضاع مع الفريق، وجود طبعا حسين ياسر المحمدي في الجهاز الفني اضافه قويه للفريق. طبعا معانا كابتن عصام هلال طبعا مدرب في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، هيكلمنا عن استعدادات الفريق. برحب بيك يا كابتن ونهارك ابيض بخطين حمر. نهارك ابيض يا علا، ونهار ابيض لانجي ولكل جماهير الزمالك، ونهاركم ابيض بخطين حمر. كلمنا يا كابتن عن استعدادات الفريق طبعا النهارده، في طبعا احنا قلنا اجواء كتير من الترقب والانتظار وتصحيح واعاده تصحيح من البروف، وكمان مباراه يعني احنا عايزين نقول ايه، ان احنا دايما نادي الزمالك والديربي خارج التوقعات وخارج طبعا اي كلام، لكن المستطيل الاخضر هو الحكم الوحيد في مباراه الاهلي والزمالك. كلمنا اكتر عن المباراه وكمان عن رجوع نادي الزمالك تاني الى المنافسه. والله يعني لعيبه نادي الزمالك لازم تصالح جمهورها، دي من وجهه نظري، ان كل حاجه متوفره للعيبه نادي الزمالك، مجلس اداره موفر كل حاجه من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا، ما عنديش اي اعذار ان انا ما بقاش البطل وما بقاش رقم واحد. طبعا يعني في حافز طبعا، وكابتن اسماعيل ومستر فريرا وكابتن حسين ياسر اكيد هيعملوا دوت. احنا طبعا شفنا في المباراه الاخيره للمنافس اللي احنا هنلعبه، الجمهور بتاع الاهلي بيشجع بيقول احنا مستنيينكم السبت، الجريده الرسميه بتاعت النادي الاهلي بتقول احنا مستنيينكم السبت، مفيش مشكله احنا كمان مستنيينكم، ولازم اللعيبه دي يتحط لها الكلام اللي مكتوب دوت واللي اتقال دوت في وشهم في اوضه اللبس. لازم يثبتوا لمصر كلها ان نادي الزمالك غير اي حد، مش احنا اللي حد يستنانا، مش احنا اللي حد مستنى عشان يفرح من ورانا، احنا 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 هنخلي يعني انا لو مكان اي لاعب في نادي الزمالك لازم انزل اثبت ان احنا كابوس لاي فرقه، كابوس في الملعب، كابوس برجوله، يعني لازم اللاعب نادي الزمالك يعرف ان في جمهور مستنيه. وطبعا الاخفاق الاخير اللي هو بتاع ماتش بيراميدز،
اللعيبه لازم تعوض جمهور نادي الزمالك. بطوله راحت مفيش مشكله، احنا لسه في اللي جاي عندنا بطوله افريقيا اللي احنا كلنا بنطمح ليها، وان احنا المفروض ان شاء الله باذن الله ده التارجت الاساسي بتاعنا. بطوله الدوري السنه الثالثه على التوالي ان شاء الله نحققها ونصالح جمهور نادي الزمالك اللي يستاهل مننا كل خير. وطبعا مجلس الاداره اللي برضو انا عايز اقول في عز كل المشاكل وكل اللي كان بيحصل مع نادي الزمالك، مجلس الاداره كان في ظهر اللعيبه، موفر كل حاجه، كل الفلوس بتاخد اول باول، كل المكافئات. فانا انا انا كلاعب مش محتاج اركز غير في الملعب، هو ده اللي احنا مستنيينه منكم كلاعبين. عارفين ان انتوا لعيبه رجاله، وعارفين ان انتوا هتعوضوا، وعارفين ان يوم السبت ان شاء الله ربنا يكرمنا وهنفرح ان شاء الله بالثلاثه بونت ان شاء الله. عايزين بقى رساله منك طبعا زي ما انت طبعا قلت يا كابتن ان احنا هنحط لهم، ده طبعا ده كان مطلب كمان جماهيري، الناس كلها شافت اللافتات وكل الكلام ده، لكن عايزين نبعد اللعيبه برضو عن الزخم الاعلامي والزخم الجمهوري ويركزوا اكتر داخل المستطيل الاخضر، علشان دايما اللعيب لما بيدي ودنه للجمهور او بيسمع شعارات معينه او كده ممكن يفقد تركيزه ويطلع بره المباراه. لا طبعا احنا لعيبه نادي الزمالك، بص عشان نبقى متفقين يا علا، لاعب نادي الزمالك لاعب بشخصيه مختلفه، لازم يشتغل ان هو عارف ان هو بيلعب تحت ضغط على طول. ما فيش حاجه اسمها ان انا جمهور يخليني ما بركزش، لا الكلام ده مش مظبوط. لاعب نادي الزمالك بشخصيته بيطلع من وهو صغير، حتى واحنا بنشتغل واحنا في الناشئين بنعد لاعب يصلح لنادي الزمالك بشخصيه نادي الزمالك، لازم يستحمل ضغط جمهور، ضغط اعلام، ضغط كل حاجه. انت بتمثل نادي كبير، كيان كبير، لازم تبقى قد المكان ده وقد التيشيرت اللي انت لابسه وتثبت ده في الملعب. انا بقول لك يا علا، ده وقت لعيبه نادي الزمالك الرجاله، وقت القائد شيكابالا يلم اللعيبه ويتكلم مع اللعيبه، لازم نفوق ولازم نبقى في مكانتنا الطبيعيه ولازم ربنا يكرمنا ونكسب. انا مش بقول ان احنا نحط الحاجات دي في اوضه اللبس عشان 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 اللعيبه زي ما انت بتقولي لا تقع، ما فيش الكلام ده. اللعيبه المفروض تحس وتعرف قيمه ومكانه نادي الزمالك وتيشيرت نادي الزمالك لابسينه، وينزل يثبت ده في الملعب. انا مش محتاج حاجه كلاعب، كل حاجه متوفره لي. انا محتاج ايه؟ لازم اثبت ان انا استاهل التيشيرت اللي انا لابسه. بس بشكرك جدا يا كابتن، ونهارك ابيض. بشكرك يا علا، شكرا، وشكرا لانجي، وشكرا لقناه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، وان شاء الله نفرح يوم السبت ان شاء الله ونكسب ان شاء الله. طبعا بنضم صوتي لصوت الجمهور وصوت كابتن عصام لطبعا نادي الزمالك، كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك يوم السبت المقبل ان شاء الله نحصل على الثلاثة بونت ونشوف اللعيبه والزمالك في المركز الطبيعي بتاعه. عوده ليك يا انجي طبعا مره اخرى. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا علا القائد، شكر كمان موصول اكيد لكابتن عصام هلال، وان شاء الله جماهير الزمالك يعني ان شاء الله لاعبين نادي الزمالك طبعا يقدروا ان هم يفرحوا الجماهير ان شاء الله يوم السبت الجاي. وعشان مباراه القمه، وكنت بتكلم من شويه عن مباراه القمه، فاحنا كان سؤالنا طبعا للشارع الابيض وللجماهير على السوشيال ميديا عن ذكرياتهم مع مباريات القمه. سالناهم قلنا لهم قبل مباراه القمه 125 لو طبعا ايه هي افضل ذكرياتك مع مباريات الزمالك في الديربي وانتصار لا تنساه للفارس الابيض. تعالوا نشوف كده المتابعين بعتوا لنا ايه ذكرياتهم على السوشيال ميديا. طيب اول حد معانا دنيا شريف بتصبع علينا، بتقول صباح الخير عليك يا انجي، صباح الفل يا دنيا. بتقول مباريات القمه دايما بتتلعب على التفاصيل الصغيره، والفوز فيها بيترك في ذاكره المشجع الزملكاوي طابع خاص وذكريات جميله. افضل مباراه كانت فوز الزمالك بنتيجه 3-1 في نهائي كاس مصر، كانت مباراه من افضل مباريات القمه، وان شاء الله يفرحونا في المباريات القادمه ان شاء الله يا دنيا. محمود ناصر بيصبع علينا صباح الفل، بيقول والله انا شايف افضل ديربي في مباراه كاس مصر في 2016 وانتهت بفوز الملكي 3-1، كان باسم مرسي بهدفين ومصطفى فتحي بهدف عالمي، ان شاء الله نحقق الفوز في مباراه يوم السبت ان شاء الله يا محمود. يونس بيقول مساء الخير يا انجي، ميرسي يونس. بيقول فوز الزمالك على الاهلي 3-1 وهدف مصطفى فتحي الثالث، تقريبا في اتفاق كبير على هذه المباراه في كاس مصر 2016. طيب نونا او لولا صباح الفل يا لولا، بتقول الانتصار اللي مش هنساه ابدا هو نهائي كاس مصر 2021، هدفين احمد زيزو وامام عاشور.
اخر حد معانا فرح، بتقول اجمل وافضل مباراه للزمالك في مباريات الديربي مباراه الدوري 2020 اللي انتهت 3-1 واحرز الاهداف فيها زيزو ومصطفى محمد واسامه فيصل. كانت مباراه ممتعه واهدافها كانت رائعه. ومباراه السوبر المصري 2020 اللي انتهت بركلات الترجيح 4-3، ومباراة نهائي كأس مصر 2021 اللي انتهت 2-1 وأحرز الأهداف زيزو وإمام عاشور. وإن شاء الله هنفوز في المباراة القادمة بالتوفيق. إن شاء الله الفوز يكون من نصيب نادي الزمالك ويقدر اللاعبين يفرحوا الجماهير، وزي ما قلنا عايزين الرد يكون في الملعب، هو ده الرد المناسب للاعبي نادي الزمالك الكبار. دلوقتي خلونا نروح فاصل سريع جدا، هنرجع لكم بعديه في فقره سهم وقوس، هيكون منورنا فيها النهارده المحلل الرياضي استاذ احمد سالم في سهم وقوس بعد الفاصل، استنونا. اهلا بيكم من جديد، وصلنا لفقره سهم وقوس، وزي ما قلنا ان مباراه القمه بتكون اختبار قوي وصعب في مرحله حساسه، لكن قد تكون فرصه كبيره للعيبه الزمالك في الرد في الملعب، واعتبار ان اللي فات انتهى وان هم يدوا فرصه لنفسهم ويبصوا اللي قدام في 90 دقيقه قد تكون نقطه تحول الموسم ده، زي ما حصل بالظبط وقلته في الموسم اللي فات. تفاصيل اكتر هنتكلم فيها النهارده مع ضيفنا العزيز اللي منورنا النهارده في استوديو نهارك ابيض، الاستاذ احمد سالم المحلل الرياضي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك انجو، اهلا بالسلامه المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني كنا بنتكلم مع بعض عن ان الزمالك حاليا بيمر بمرحله، ممكن نقول مرحلة انعدام توازن، شايف انه ايه المفروض يحصل في الفترة اللي جاية عشان الكفة ترجع تتوازن مرة اخرى؟ هو في البداية طبعا الفترة اللي فاتت اخر 4 أو 5 ماتشات بالنسبة للزمالك كان مرحلة عدم توازن زي ما قلتي، لكن ده طبيعي في كل الدنيا، يعني مفيش فريق على مستوى العالم بيفضل المستوى بتاعه سواء كان كويس هيفضل مستوى كويس على طول او النتائج هتبقى سيئه على طول، دايما بيبقى فيه ابس اند داون ما بين الاثنين. الفريق الكبير هو اللي يقدر ان هو في النهايه يوصل للهدف بتاعه. صحيح. احنا تقريبا يعني زي ما بيقولوا كده يعني ما اشبه الليله بالبارحه. صحيح. يعني نفس اللي حصل الموسم ده، يعني كان بيحصل بالظبط الموسم اللي فات لو نفتكر مع بعض في مباراه القمه في الدور الثاني، اكيد فاكر المباراه ديت كانت نقطه تحول، يمكن المباراه دي احنا ما فزناش فيها تعادلنا فيها، لكن كانت دي نقطه التحول بعد كده لنادي الزمالك. احنا السنه اللي فاتت نفس يعني في ترتيب الجدول الدوري في نفس الاسابيع اللي اتلعبت 13 اسبوع او 12 اسبوع كان ترتيب الجدول كان الزمالك في المركز الرابع بعد الاهلي وبيراميدز وكان سموحه. فدلوقتي يعني احنا الوضع تقريبا متشابه بشكل صحيح. كبير جدا. السنه اللي فاتت زي ما انت قلتي بالظبط كده كان البدايه فيها مشكله او كان التذبذب في المستوى والنتائج عموما، كمان مش المستوى بس، كانت ان هي النتائج دايما بتبقى معبره بشكل كبير جدا عن او هي اللي بتدي الانطباع عند الناس. يعني انا يعني احنا الاربع ماتشات اللي اتلعبوا اللي كانت فيهم نتائج سلبيه سواء كانت بتعادل او سواء كانت بهزيمه من اسوان، النتائج دي لو كانت اتعكست ما كانش حد هيبص للاداء، كان كل الناس خلاص احنا كسبنا الاربع ماتشات، فكان هيبقى الموضوع فيه سهوله او تقبل عند الجماهير بالزبط. بشكل كبير اكبر من كده. وابسط مثال عندنا احنا لو جينا افتكرنا نفتكر مع بعض مباراه البنك الاهلي، الزمالك كسب فيها 1-0 في الدقيقه 47 او 48 في الشوط الثاني او في الوقت الضايع. انا من وجهه نظري فنيا مثلا لو قارناها بمباراه الاتحاد السكندري اللي خلصت 0-0، مباراه الاتحاد السكندري فنيا كان الزمالك افضل من مباراه البنك الاهلي. فهي النتائج هي اللي بتحكم هي شويه. صحيح. هي اللي بتخلي الناس تبص ان في تذبذب في الاداء او في تذبذب في النتائج، بس ده شيء طبيعي موجود على مستوى العالم. ريال مدريد بدا الموسم بشكل ما كانش كويس، النهارده هو في المركز الثاني في الليجا الاسبانيه.
صحيح. يعني عايزين نتكلم مع بعض انا وانت عن نشوف الامثله المشابهه لابطال الدوريات الاوروبيه اللي ممكن يكونوا بيمروا في الموسم الجديد بمرحله تعثر. يعني شفنا ميلان بطل الدوري الايطالي دلوقتي بيمر يمكن بمرحله تعثر، لسه خسران من انتر ميلان بثلاث اهداف. ففي سيناريوهات مشابهه يمكن للسيناريو اللي بيمر بيه الزمالك حاليا في الدوريات الاوروبيه. كلامك مظبوط جدا، لسه امبارح ميلان خسر 3-0 من انتر ميلان في السوبر الايطالي وهو بطل الدوري السنه في الموسم اللي فات في ايطاليا. ريال مدريد كان فيه تعثر في البدايه، مانشستر يونايتد برضو كان فيه تعثر في البدايه في الدوري الانجليزي وفي البريمير ليج، ولقينا بعد كده بدا انطلاقه بشكل كويس جدا وتعثر تاني مع كريستال بالاس في بتعادل في اخر دقائق. فهي يعني هي دي الكوره. ممكن برضو نتكلم عن ليفربول، يعني ليفربول ما كانش بطل البريمير ليج الموسم اللي فات لكنه كان الوصيف وكان يعني ماشي بشكل كويس جدا في البريمير ليج، ولكن نشوف دلوقتي ليفربول برضو وضعه عامل ازاي. انا بتكلم على الفرق اللي بتكون بتؤدي بشكل بافضل شكل في موسم، والموسم اللي بعده ممكن يحصل معاها تعثرات. ده الطبيعي، وده الطبيعي في بطوله الدوري عموما. يعني احنا بنتكلم على البطولات اللي هي فيها زي ما بيقولوا كده بطوله النفس الطويل. هي مش بطوله بتحسم من ماتش او ماتشين، لا هي بطوله بتحسم في 7-8 شهور. فبالتالي النهارده وارد جدا وطبيعي جدا ان في 7 أو 8 شهور يبقى في المستوى فوق والمستوى بينزل او في تذبذب في المستوى. هو الخبره وقوه الفريق في حد ذاته هي اللي يعني اللي بتحدد، او خبره الفريق هي اللي بتحدد ازاي ان انا اوصل للهدف في النهايه. في فرق كتير جدا بدات الدوريات بقوه وخسرت الدوري في النهايه، وفي فرق كتير جدا بدات الدوري بشكل مش كويس وكسبت الدوري في النهايه. صحيح. طب لو هنتكلم عن هي بدايه المباراه، هي كلمه السر بدايه المباراه ان انا اجيب جون في الدقيقه 5، بعد كده يتم طرد لاعب من الفريق المنافس. هي بتوصل احساس للعيبه ان المباراه بقت سهله. يعني انا النهارده بلعب مباراه مع فريق كبير وصيف الدوري او تاني الدوري السنه اللي فاتت، فتعتبر يعني مباراه، هي مباراه قمه ما بين الاول فريرا واللي اشاد بيها الجميع، وكان النهارده كمان ما كانش معاه حجم اللاعبين اللي موجودين دلوقتي، ما كانش فيه صفقات، كان الزمالك محروم من القيد. فبالتالي النهارده كان عنده زي ما بيقولوا كده القماشه كانت ضيقه جدا. خطه اللعب هي 3-4-3، هي خطه مناسبه جدا للاعيبه الزمالك، حققت نجاح بشكل كبير جدا، حققت نتائج بارزه بشكل كبير، الزمالك حصل بيها البطولات السنه اللي فاتت. لما اضافت بعض اللاعبين بدا مستر فريرا يفكر في 4-2-3-1 و4-3-2-1، وبدا يفكر في تغيير خطه اللعب. كل ده ما مشيش مع بالشكل المناسب مع نادي الزمالك، يعني كل الناس دلوقتي بتطالب مستر فريرا ان هو يرجع تاني للخطه بتاعه الموسم اللي فات. شايف ان هو ممكن يغير الخطه ويرجع لخطه الموسم اللي فات 3-4-3 في المباراه اللي جايه؟ انا متوقع ان هو هيرجع، متوقع ان هو هيرجع تاني للخطه اللي هي 3-4-3. يعني لان هي كانت خطه ناجحه، لعيبه الزمالك كانت مستوعباها، اظهرت نجوم كتير، سيد نيمار من النجوم اللي ظهرت بشكل كبير جدا، حسام عبد المجيد السنه اللي فاتت ظهر بشكل كبير جدا، يوسف اسامه نبيه. فبالتالي النهارده كان في اكتر من لاعب على فترات، برضو سيف فاروق جعفر، فكان في بعض اللاعبين ظهروا بشكل كبير جدا. طريقه اللعب كانت متناسبه بشكل كبير مع راس الحربه اللي موجود عندنا سيف الدين جزيري. فبالتالي النهارده الاداء بتاع الفريق بشكل عام بالطريقه دي كان افضل بشكل كبير جدا. مع استخدامنا للطريقه دي احنا طلعنا السنه اللي فاتت افضل دفاع في الدوري، يعني بالنسبه لي صحيح. الموسم اللي فات عايز اتكلم معاك عن الدفاع، يعني الدفاع يعني بعد ما كنا اقوى دفاع في الموسم اللي فات ويعني كنا بنحقق بالخمس والست مباريات بنطلع منهم كلين شيت، لا في الموسم ده وبدايه من السنه الجديده في اخر 4 مباريات احنا ما طلعناش غير بكلين شيت واحد بس من مباراه واحده من اصل 4 مباريات. شايف ازاي نرجع تاني لان احنا نرجع دفاع نادي الزمالك قوي زي الموسم اللي فات؟ هو في شقين بالنسبه لتاثر الدفاع بشكل كبير جدا. الونش اكيد طبعا، ده شق كبير جدا طبعا. احنا يعني بدون مبالغه يعني ممكن يكون احسن مدافع في افريقيا، مش احسن صحيح. مدافع في مصر، يعني دي مفروغ منها في مصر، انا بتكلم في على مستوى افريقيا كلها. ده كان خساره كبيره لنادي الزمالك، وان شاء الله يرجع بالسلامه. وسمعت ان هو تقريبا شهر يعني مثلا شهر ونص يعني ولا حاجه، فان شاء الله ده هيبقى اضافه كبيره جدا وهيبقى يعني حاجه كويسه جدا. الحاجه الثانيه هي طريقه اللعب، طريقه اللعب ان انا النهارده كان السنه اللي فاتت عندي كثافه دفاعيه في والفريق مضغوط او الفريق بيلعب بالدفاع. احنا كان بيبقى عندنا الثلاثه سواء كان المسلول
الفلوسي وحسام عبد المجيد وجنبه بقى كان الونش جنبه اي محمد عبد الغني. فبالتالي النهارده كان في ثلاثه ثابتين ورا دايما بيرجع معاهم الاثنين الباكات سواء كان سيد نيمار او سواء كان فتوح. فبالتالي النهارده كان في كثافه دفاعيه. الكثافه الدفاعيه دي كانت بتخلي القوه والصلابه بتاعه الدفاع اكبر بشكل كبير من ان انا ببقى معايا اتنين مساكين بس والباكين بيقفلوا معايا او الباك العكسي بيقفل في الهجمه اللي بتبقى موجوده على الزمالك. فالرجوع للطريقه دي هيرجع تاني قوه خط الدفاع مره تانيه، هيقلل بشكل كبير جدا وعدد الاهداف ونوصل للكلين شيت مره تانيه والنتائج اللي كنا بنحققها. رجوع الونش بعد شهر او بعد شهر ونص بالسلامه ان شاء الله برضه هيقوي الدفاع بشكل كبير جدا وهيزيد من القوه والصلابه بتاعته. طب لو هنتكلم عن الجانب الهجومي، يعني خلينا برضه زي ما اتكلمنا عن الدفاع وان احنا بقى عندنا مشكله في الدفاع ازاي نقدر نحلها، نتكلم برضه عن الجانب الهجومي. يمكن برضه في خلال يعني الاربع مباريات اللي فاتت دي ما حققناش غير مثلا ثلاث اهداف في الاربع مباريات اللي فاتوا. عندنا مشكله في الجانب الهجومي، عندنا سيف الدين الجزيري مش في افضل حالاته من بعد عودته من المونديال مع منتخب بلاده، ما بقاش هو نفس سيف الدين الجزيري بتاع الموسم اللي فات. سامسون اكينولا برضه مش قادر ان هو لسه يحقق حاجة مع الفريق تكون بشكل واضح. هجوميا ممكن نعمل ايه في المرحلة اللي جاية؟ بالنسبة لسيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري انا شايف ان هو برضو اخر المباريات الاخيرة والقبلها بدأ الى حد ما يرجع، اخر مباراة يمكن بدأ يرجع شوية، مباراة بيراميدز وتسبب في طرد المدافع بيراميدز وكان بدأ التحركات بتاعته اللي هي بتعتمد على المساحات وبدأت النهاردة سيف الجزيري برضو بيظهر اكتر في المباريات اللي ما بقاش فيها تكتل دفاعي. هو بيحب يلعب في المساحات، هو لعيب سريع، هو الكرة الطولية اللي بتتلعب له سواء كانت من حمزة المسلوسي او من فتوح او من اي حد من الدفاع او من حسام عبد المجيد، الكور الطوليه دي هو بيقدر ان هو يفرق عن المدافعين وبيقدر ان هو يجري في المساحات. فبالتالي النهارده عوده سيف الجزيري لا، هو بيرجع في المباريات، اعتقد الفتره الجايه هيبقى بشكل كبير جدا له مكانه او هيرجع للمكانه بتاعته مره ثانيه. الحاجه الثانيه يعني سامسون لسه برضو الحكم عليه يعني اللي اداه او اللي عمله في الفتره اللي فاتت مش كفايه ان هو يقنع جماهير الزمالك بشكل كبير. الفكره الثانيه او الحاجه الثانيه اللي هي كانت اثبتت نجاح لما اتعملت بس مش عارف ليه ما اتكررتش او مش فاهم وجهه نظر مستر فريرا في عدم تكرارها، هو استخدام يوسف اسامه نبيه في مركز المهاجم. هو يوسف اسامه نبيه هو مهاجم وبيلعب في مركز المهاجم، ولما لعب في الهجوم ولما زودنا الكثافه العدديه في الهجوم بيوسف اسامه نبيه كان ناجح في الجزئيه دي، وكان اخرها الجون اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع البنك في مباراه البنك الاهلي. فاعتقد ان استخدام يوسف اسامه نبيه في الفتره الحاليه بجانب سيف الدين الجزيري في مركز راس الحربه او ان هو يبقى الاسترايكر الثاني اللي بيدخل مع سيف الجزيري، اعتقد ان هو ممكن يفيد الزمالك في الفتره الجايه هجوميا ويقدر ان احنا نرجع تاني للاهداف بتاعتنا ونرجع تاني للتالق باذن الله ان شاء الله. طيب خلينا نقول انه يمكن مباراه يوم السبت اللي جايه دي هتكون فرصه مهمه جدا جدا للاعبين ان هم يردوا في الملعب على اي حد تجاوز في حقهم من جماهير المنافس، اي حد غلط فيهم، اي حد قلل من قيمتهم. دي فرصه ذهبيه لجماهير للاعبين نادي الزمالك عشان يقدروا ان هم يردوا بالشياكه في الملعب. هي النقطه دي نقطه مهمه وخطيره في نفس الوقت. خطورتها في ان انا النهارده انا لازم اتعامل مع المباراه، هي مباراه مهمه جدا، ديربي، مباراه زمالك واهلي، هي مباراه من مباراه قمه، الجماهير كلها بتستناها، كل ده بتحط في الاعتبار. الفوز على الاهلي في التوقيت ده بيقرب المسافه، بيبقى بيخلي الفرق بدل خمس نقط بيبقى نقطتين، فبالتالي النهارده بيقرب الى حد ان المسافه ما بيننا وما بين المنافس. لكن في نفس الوقت هي مباراه بثلاث نقط، وارد جدا الزمالك يكسب المباراه ولا قدر الله يخسر الدوري، ووارد جدا الزمالك يخسر اللقاء ويكسب الدوري. المهم بالنسبه لجماهير نادي الزمالك هي البطوله، هي دي بطوله خاصه ودي مباراه مهمه جدا وكل حاجه، بس في نفس الوقت ما احطش عبء على اللاعبين. متفقه معاك، بس عندي اختلاف واحد بس، انه هي مباراه في الدوري ومباراه بثلاث نقاط، بس دلوقتي فارق النقاط لو ما كسبناش المباراه دي فارق النقاط هيكبر قوي والموضوع هيكون اصعب بكتير على الزمالك. فهي مش فكره برضو مباراه في الدوري او مباراه قمه، لا هي احنا مش عايزين فارق النقاط بس يبعد قوي، فاهم قصدي ايه؟ هو طبعا المكسب في المباراه دي مهم جدا سواء كان نقاط او سواء كانت
جماهيريا. يعني هو طبعا انا متفق معاك في دي نقطه مهمه قوي، بس هو برضو مش يعني انا مش عايز اوصل الحاجه مش عايز تعمل ضغط وعبء على مش ضغط. احنا انا زي ما بقول لك الجدول الدوري السنه اللي فاتت لو رجعنا له في الاسبوع ال 13 احنا كان الفرق بين الاهلي والزمالك 9 نقط، فبالتالي النهارده يعني وتم تعويضهم وخدنا الدوري وكسبنا الدوري. السنه اللي فاتت لو جينا بصينا للقائين بتوع الاهلي كان هزيمه وتعادل. التعادل الثاني كان او التعادل 2-2 في المباراه الثانيه مع مستر فريرا قدام الاهلي كانت نقطه تحول زي ما انت قلتي بالظبط في الدوري وفي مسار الدوري السنه اللي فاتت. فبالتالي هي مباراه مهمه، جماهير الزمالك منتظراها، جماهير الزمالك منتظره من لاعيبه الزمالك. مش هقول برضو انا مش عايز نغمه ان انا اكسب الاهلي للاعتذار، لا انا هكسب الاهلي عشان انا الزمالك، انا هكسب الاهلي حتى لو انا كنت كسبان الاربع ماتشات اللي فاتوا انا هكسب الاهلي، فبالتالي النهارده او اكسب المنافس اللي معايا. فبالتالي النهارده هي انا عايز عايز اكسب مباراه السبت، بس مش عايز احطها برضو للعيبه اللي هو انتوا عندكم مباراه يوم السبت لازم نكسبها علشان نعتذر للجماهير. احنا هنكسبها ولازم نكسبها علشان احنا لعيبه الزمالك واحنا افضل فريق في مصر. لازم نكسبها عشان لازم تكسبوا المباراه ديت عشان نفسكم قبل اي حاجه، يعني عشان انتوا كلعيبه اي حد غلط في حقكم متضايقين من حد غلط في حقكم، اي حد تجاوز، اي حد قلل من قيمتك كلاعب وشايف ان انت ما تستحقش ده رد عليه في الملعب. هو ده الرد زي ما بيتقال كده الرد الشيك، ان انت ترد بشياكه وباحترام وتخرس لسان اي حد غلط في حقك بان انت ترد عليه في الملعب. يمكن انا شايفه انه اللي حصل ده والتجاوز اللي حصل في حق اللاعبين ده ممكن تكون نقطه ايجابيه ما حدش واخد باله منها، ممكن الجمهور المنافس نفسه مش فاهم ان دي نقطه ايجابيه للاعبين ان هم شحنوهم نفسيا جامد جدا، انه لا انا لازم هطلع وهرد على كل واحد غلط فيا ولازم هطلع اثبت ان انا افضل لاعب وافضل لعيبه في الدوري المصري وان احنا فريق كبير وكيان عظيم. ان شاء الله ان هو يرجع يستعيد مره اخرى الانتصارات ويرجع ان شاء الله مره ثانيه لوضعه الطبيعي وتكون البدايه باذن الله من مباراه يوم السبت مباراه القمه. بشكرك طبعا شكرا جزيلا محللنا الرياضي العظيم طبعا استاذ احمد سالم، دايما بتنورني. ميرسي شكرا. ميرسي جدا لحضرتك. مشاهدينا طبعا نشوفكم ان شاء الله يوم السبت وحلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض.